المهندس هاني وديع رئيس مجموعة شيرة، اتخرج في كلية الزراعة بجامعة عين شمس سنة 1989، واشتغل في شركة هانتر الأمريكية العملاقة لأنظمة الري حوالي 19 سنة، وبدأ عمله الخاص سنة 2008 بعد فوزه بوكالة مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في معدات ومستلزمات الري وأحدث نظم التحكم في الري للمسطحات الخضراء، ده بالمشروعات العقارية. وبعدها اتجه للصناعة وأنشأ مصنع إليزي مصر بالشراكة مع شركة إليزي العالمية، وده المصنع اللي يعتبر الوحيد على مستوى العالم اللي بيصنع الخراطيم بنظم صديقة للبيئة. النهاردة بعد مرور سنة، كل سنة وانتم طيبين، بقى عندنا 6 أنواع من الخراطيم وموجودين في القطاع العقاري، قطاع الزراعي، مياه الشرب، يعني حركة انتشار كبير جدا، وده مطلوب، مش عايزين نستورد حاجه من بره، وباعلى جوده في العالم. ده حب ممكن بقى تشرح لنا انواع الخراطيم ده، انواع فصادها؟ هو الفكره كلها الخراطيم، خرطوم مية. الخرطيم بيبقى نوعين، يا اما نوع ساده وده بيستخدم في استخدامات زي ما حضرتك بتقول، ممكن يبقى في ميه الشرب، وهنا بتيجي ثقل وخبره إليزي ان هم واخدين شهادات المانيه للقطع والوصلات بتاعتهم وكافة المنتجات بتاعتهم تتيح استخدامها للمية الشرب في أوروبا، وبالتالي ده بيخليهم يبتدوا ينتجوا بالمعايير الألمانية. فعندهم كتير من المنتجات الفيتنج اللي بتستخدم. كمان بقى ابتدينا ننتج الخراطيم والمواسير اللي هي تتيح استخدامها في مية الشرب، فدي بتبقى خراطيم سادة، ومنها برضو كاتيجوري تاني بنبتدي نستخدمه للمزارع أو لللاندسكيب، بيتحط عليه النقطات، دي الخراطيم السادة. عندنا بقى نوع تاني خراطيم جواها نقطات بأنواع مختلفة. النقطات اللي بالأنواع المختلفة دي كرينيا ولا لؤسر ولا إيه بالظبط؟ احنا عندنا حاجة اسمها كرينيا، دي اكتر حاجة بيستخدموها برا، لان هي بتبقى السمك بتاع الخرطوم رفيع، النقاط قصير، ده بيطلع برا لان هم بيستخدموه كمان باقطار مختلفة تصل لعشرين ملي، احنا هنا متعودين على 16 ملي، هم بيستخدموا برا لعشرين ملي عشان يمشوا مسافات اطول، فتقلل تكلفة الشبكة اجمالية لانه هيقلل مواسير ويقلل بالظبط، وبيدي مسافة طويلة. الحاجة التانية ان احنا عندنا نقطات اللي هي بنسميها النابة، دي اللي هي بنستخدمها هنا في اغلبية المزارع، هو نقاط ليه مسارات محددة جواه فلتر اضافي علشان خطر اطمن ان النقاط ما يتسدش لو حصل اي رواسب. النقاط اللي جوه اللي راكب، انا كل ما استخدم نقاط زي النقاطات التانية اللي احنا مورفو والأقصر دي فيها منظم ضغط، والأقصر ده فيه كمان منظم ضغط ومانع تسرب جوه الخرطوم. جوه الخرطوم ده ليه فوائد رائعة، انت بتوفر كهرباء، الكهرباء النهاردة عندنا في المزارع وصلت 190 قرش، فانت بتتكلم على ان انا لو وفرت تشغيل الموتور بتاعي او الترومبة بتاعتي انا بوفر فلوس. المزارع الكبيرة كلها كانت بتجيب خراطيم من برة علشان خاطر تضمن الجودة بتاعت الانتاج بتاعها وانتظامية توزيع المية. الحمد لله احنا بوجود المصنع ده في مصر احنا واثقين ان كل المزارع دي ان شاء الله هتكون بتشتغل معانا، لانها تبقى مطمنة ان وراها مصنع بيطلع منتج محترم في نقاط محترم، وكمان اي مشكلة بتحصل احنا طبعا موجودين هنا 24 ساعة بنحقق الاتصال والخدمة ما بعد البيع، بتروح مباشرة عشان تحل أي مشكلة، ودي أهم حاجة عندنا في شيرة الحمد لله اللي كسبنا بيها ثقة العميل، هو أنه دايما مطمن أنه وراه شركة محترمة بتحقق فكرة ونظام الضمان عندها. المشروعات العقارية بتعتمد على الخراطيم دي في المساحات الخضراء اللي عندها طبعا، بيبقى 70-80% من المشروع مساحات خضراء بالظبط. حضرتك لو شفت كمان عندنا خرطوم لونه بني، الخرطوم البني ده احنا عاملينه مخصوص علشان خاطر اللاندسكيب، ليه؟ لانه هو جماليا اللون البني مع التربه مش بيبقى باين، فده احنا عاملينه مش بس كمان شكلا، ولكن هو الخرطوم البني ده هو خرطوم الأقصر، وفي منه برضو خرطوم مورفو، ده بي سي وده بي سي ان دي. اللي لازم حضرتك تعرفه انه ميزه الأقصر في موضوع مانع التسرب
ده بيخليني يساعدني ان الشبكه كلها تبقى محضره. فاجي اشغل بعد ساعه بعد ساعتين، لانه في اللاندسكيب احنا عندنا نظام اسمه سايكل اند سوك، ده في بحب ادي الميه متقطعه مش اديها كلها مره واحده، بالذات لو الارض رمله ناعمه. فلو انا هقفل وافتح واقفل وافتح وكل مره الموتور بتاعي يقعد يملى الخطوط الرئيسيه بتاعتي، ده استهلاك كبير جدا للطاقه، وكمان الميه ما بتبقاش منتظمه، والنباتات الزينه دي غاليه جدا، فممكن الاقي حته خدت ميه ازيد حته ما خدتش ميه، فيحصل ضرر كبير لللاندسكيب.